حسن الخاتمة. في قرية صغيرة كان يعيش صاحب الحملات للحج والعمرة، وكان له جار غافل لا يصوم ولا يصلي. وذات ليلة رأى صاحب الحملات في منامه من يطلب منه أن يأخذ هذا جاره الذي لا يصلي ولا يصوم لأداء العمرة. وعندما استيقظ الرجل من نومه اندهش كثيرا من هذه الرؤية العجيبة، ولكنه لم يهتم لأمرها. وفي ليلة أخرى تكررت هذه الرؤية مرة ثانية، فزادت دهشة الرجل. لذلك ذهب لأحد الشيوخ المشهورين بتفسير الرؤى ليسأل عن تفسير ما رأى. فقال له الشيخ المفسر: إن رأيت هذه الرؤيا في منامك للمرة الثالثة فاذهب لهذا الجار واحمله لأداء العمرة. وبالفعل رأى الرجل نفس الرؤيا للمرة الثالثة في منامه، فذهب للبحث عن الجار حتى عثر عليه وطلب منه أن يأتي معه لأداء العمرة. فقال له جاره: كيف آتي لأداء العمرة وأنا لا أصلي؟ فقال له الرجل: إن أردت يمكنني أن أعلمك الصلاة. وبالفعل بدأ الرجل يعلم جاره الوضوء والصلاة، وبدأ الجار يواظب على أداء الفروض الخمسة. فقال الرجل له: هيا إلى العمرة. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ذهب الرجلان معا لأداء العمرة، واعتمر الجار. وقبل أن يعودا راجعين قال صاحب الحملات لجاره: هل تريد عمل شيء آخر قبل الرحيل؟ فقال له: نعم، أريد أن أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. ذهب الجار إلى مقام إبراهيم، وبعدما صلى مات في سجوده. فتعجب صاحب الحملة أشد العجب، وأخذ يفكر في نفسه قائلا: كيف يمكن أن أرى هذا الرجل في منامي وآتي به إلى هنا لأداء العمرة ثم يموت في هذا المكان وهو ساجد بعد أن كان لا يصلي ولا يصوم؟ لابد أن وراء هذا الرجل سرا عجيبا. وعندما عاد الرجل ذهب إلى منزل جاره المتوفي وسأل أهله عن أعماله وعن حاله. فقالت له زوجته: إن زوجي كان مشهورا كما يعلم الجميع بأنه لا يصلي ولا يصوم، ولكن كانت لدينا جارة عجوز فقيرة ووحيدة، فكان زوجي يعطف عليها ويرعاها ويحمل لها الفطور والغداء والعشاء يوميا، وكانت تدعو له دائما بحسن الخاتمة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.